أحييكم بتونس مشاهدينا الكرام. لدى معاينته مظاهر إخلال بمركز تكوين مهني بجبل جلود ومقر الشركة التونسية للصناعة الصيدلية، الرئيس قيس سعيد يؤكد ضرورة محاسبة كل من أخل بمسؤوليته. بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان تونس لريادة الأعمال لتمكين الباعثين الشبان وضمان استدامة مشاريعهم. تذمر المواطنين من الاكتظاظ المروري الذي يشهده المدخل الجنوبي لتونس العاصمة وموفى سنة الجارية الشروع في استغلال محول بير القصعة من ولاية بن عروس. السلام عليكم. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها عشية اليوم الأربعاء إلى الفضاء المخصص لبناء مركز التكوين المهني بجبل جلود من ولاية التونسيين على ضرورة تحميل المسؤولية لكل من يسعى إلى تخريب الوطن والتنكيل بالمواطنين. عاين قيس سعيد وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك توقف أشغال بناء مركز التكوين المهني بجبل جلود الذي كان من المقرر أن تنتهي أشغاله منذ 13 من سبتمبر 2021، ليتحول إلى خراب ومرتع للمشبوهين وفق توصيفه. وقال إنه أراد من خلال هذه الزيارة أن يبين للشعب أن الأموال موجودة، غير أن إرادة تعطيل أي مشروع يساهم في الخروج من الوضع المتردي منذ عقود حالت دون استكمال بناء المركز، داعيا إلى التعجيل بحل الإشكالات مع المقاولين في مثل هذه المشاريع. كما استمع رئيس الجمهورية إلى مشاغل المواطنين الذين اشتكوا من البطالة رغم وجود عديد المؤسسات بالجهة. المفروض تنتهي الأشغال في 13 سبتمبر 21 ولا مركز خراب، وشوف الخراب شمل الدولة التونسية في كل المجالات، وهذا مثال من بين الأمثلة عن الخراب في كل المواقع. إن كانت هناك مشاكل قانونية كان المفروض يتم حلها بسرعة واش تبقى مرتع. هذا مركز تكوين المهني لا ما فيه حتى شيء تقريبا، مركز تكوين مهني ما موجودة، كان الرخامة مركز تكوين المهني والتشغيل. وكان المفروض راهو تخرجوا منه، بداوا يتخرجوا منه، وإذا كان ثم مشاكل مع المقاول كان يتم الحل نتاعها بسرعة. نحن في سباق ضد الزمن، وناس ما زالت تتعامل بطريقة، نفس الشيء موجود في عدد من المؤسسات الأخرى في كلية الحقوق بتونس ولا في عدد من المؤسسات الأخرى اللي توقفت الأشغال نتيجة للعقود التي أبرمت، وكانت العقود أبرمت في ظروف غير قانونية في كثير من الأحيان، ثم تتوقف الأشغال وتهدر أموال الشعب التونسي بالشكل ذي معنا تم أهدارها على مدى السنوات وسنوات، ويتحدثون ويحنون إلى الماضي، إلى التخريب وإلى مزيد التخريب وإلى مزيد نهب أموال الدولة. هذه صورة من الصور، وأثرت أن أكون هنا اليوم لأبين للشعب التونسي أن الأموال موجودة، ولكن للأسف هناك إرادة لتعطيل أي مشروع للخروج من الوضع الذي تردينا فيه منذ أكثر من 10 سنوات على مدى عقود. مثال من بين أمثلة كثيرة، وهناك مثال أيضا متاع العديد من المساكن الأخرى ومن المؤسسات الأخرى التي طالها مثل هذا التخريب ومثل هذا النهب ومثل هذا الإهمال، ولابد من تحميل المسؤولية لكل جهة لم تقم على الوجه المطلوب بمسؤولياتها الكاملة تجاه الشعب التونسي. المقاول سيد الرئيس هز الفلوس ومشى، كان كنا نخدموا لاباس علينا. لا لا لا، بالنسبه للمركز هذايا التكوين التكوين اي ولا خراب هاكا خرب وراه مركز نتاع فساد موجود. سيد الرئيس قمروا فيه حشيك، اي وين الوزاره لهنا وين المسؤولين الموجودين والمشاكل. الرئيس كلمنا المدير، تسمي مدير على المركز على مركز كما هذا متسمي وياخذ في الشهريه باش نهب لاموال الشعب. اي
المدير عاون السيد الرئيس يرحم والديك. أنا جيت أنا عشان نعاون بالإمكان وعلى قاعدة العدل بالنسبة للناس كل ما دام فما إمكانيات. 200,000 أنا تعطي في 200,000 عندي كرني الأبيض. كل كرني أبيض وكل المشاكل نتاع الكرني الأبيض ما تعمل حتى شيء 200 دينار. ولكن ما دام الأموال بالشكل هذا كنا نخدموا في خبيزة الحمد لله. ما دام إهمال بالشكل هذا وتهاون بالشكل هذا كل واحد يتحمل مسؤوليته فيها. كارثي منذ عشرات العقود وتشوف المعتمد ولا غير المعتمد المسائل هذه مش تبعها وكل المسؤولين يتحمل مسؤوليته مهما كان موقعه. عندنا برشا بطاله لهنيه وعندنا برشا تهنيه وبرشا زمزم قطاف او عندنا مثلا لهنيه عندنا البقاله دي مثلا ممازن وقفل ولا نتاع نتاع فساد. علاش ما يعملوش ستار ديسبور حاجه خلي العباد هنيه صغار على الاقل يتكونوا نخدم لهنيه ما تميش. هذا علاش موجوده وعلاش ما تكونتش وعلاش تكوين مسكر عنده برشا لهنيه. سيد الرئيس مهم شيء 106 هذه شركه جات بطاطا سيد الرئيس والله سيد الرئيس انبوبه ما تشعلش وكيس جمله سيد الرئيس. ويختم المرحلة كما نقول غير معرفة محاسبة نحن رجل محاسبة وبيوم رئاسي صادر أمس الأربعاء أنهى الرئيس قيس سعيد أمس مهام وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، كما أصدر أمرا آخر يقضي بتسمية منير برجيبة كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. كما أدى الرئيس قيس سعيد زيارة إلى مقر الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ببن عروس وعاين عددا من مخازن الشركة التي تكدست فيها الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص انتهت صلاحيتهم ويريدون العودة، لذلك يطلقون حملاتهم المسعورة بالتعاون مع جهات مشبوهة لضرب الدولة. واعتبر أن هذا الأمر غير مقبول في ظل فقدان عديد الأدوية بالصيدليات، متهما بعض اللوبيات بالسعي إلى الاستحواذ على قطاع الأدوية والعبث بصحة المواطنين، داعيا القضاء إلى القيام بدوره في تطبيق القانون وتحميل المسؤوليات، لأن البلاد تعيش حرب تحرير وطني ممن يحملون الفكر الإجرامي لتحطيم الدولة وضرب الوطن وفق تعبيره. وأكد سعيد أن تونس تتوفر على الإمكانات والكفاءات القادرة على صناعة الأدوية، داعيا إلى تكاتف الجهود لإنقاذ الدولة والوطن وجعل الشركات الوطنية مؤسسات مربحة ومتوازنة ماليا، مشددا على أن الوصول إلى التوازنات المالية الحقيقية وتمكين الشعب من حقه في الصحة والسكن والتعليم والحياة الكريمة لا يمكن تحقيقه إلا بتطهير الإدارة والبلاد من العملاء للخارج واللوبيات وممن يسعون إلى ضرب الدولة والتنكيل بالمواطنين. وأشار إلى وجود مجموعات تحتكر الأدوية بفضل قوانين تم سنها في السنوات الأخيرة على المقاس لخدمة بعض العائلات واللوبيات التي وصفها بالسرطان الذي ينخر جسم الدولة. كما انتقد الرئيس قيس سعيد الداعين إلى حوار وطني، حيث تساءل عن الجدوى من إطلاق حوار بعد تنظيم الانتخابات التشريعية، داعيا إياهم إلى الاطلاع على وضعية الشعب التونسي من فقر وبؤس وتهميش، في حين يتحدثون إلى وسائل الإعلام ويتمتعون بالملايين على حد قوله. ما الدول بريمي فما ناس بريمي ويحبوا يرجعوا ما لا يدخلوا للشعب كما الأدوية بالضبط اللي انتهت مدة صلاحيتها ولا بعض الأغذية اللي انتهت مدة صلاحيتها هم انتهت أيضا مدة صلاحيتهم، ولذلك تراهم يتخبطوا. وثم الحملات المسعورة متاع الناس المأجورين ورملاء للخارج ولجهات المشبوهة لضرب الدولة التونسية تحثوا اليوم عن القضايا المتعلقة بالأفارقة. نحن آثرنا على أنفسنا وقت الكوفيد نوزع الأدوية ونوزع على الأفارقة ونحن نرتز بانتمائنا الإفريقي، ولكن هم بطبيعة الحال تأويلهم اليوم هم يغيروا التركيبة الديموغرافية لتونس وترتيب وخذوا فلوس كما خذوا فلوس في عديد القطاعات الأخرى لضرب الدولة التونسية ولضرب الشعب التونسي. ولا بد من محاسبة الجميع على قدم المساواة تطبيق القانون وعلى القضاة أن يطبقوا القانون، واليوم دعوة مرة الثالثة للقضاة وأنهم يطبقوا القانون، واللي ما يطبقش القانون كما البارح
لا تم ال اطلاق سراح مجرم متخفي على مجموعة من الوثائق التي تتعلق بالاغتيالات. لو الحمد لله الأمن لأخذاء أرض في المحمدية والأموال 300 مليون، هذا فضلا عن عديد المؤيدات المتعلقة بقضايا اغتيال وبقضايا إجرامية، ثم يطلق سراح. لو كان جاء المواطن التونسي سرق حكة سردينة أراه بالوقت مشى يطلق سراح. الوضعية متاع الصفات أنا خذيت في فيفري 2022، ما عندوش برشا الوضعية باش نقول لك كارثية أكثر من كارثية. السيد الرئيس وصلنا هو بالفعل السرطان عافانا الله وإياكم يعربد في جسم الدولة مرة سي براتيكمون أنيتا ميتاستازي، لابد من حل أما بالأشعة ولا بالكيمياوي للقضاء على هذه الخلايا السرطانية الموجودة داخل مؤسسات الدولة وفي وسائل أخرى لضرب الدولة ولضرب الوطن. وبحضور هيكل الدعم والإحاطة من القطاعين العام والخاص، انتظم مهرجان تونس للريادة الذي يهدف بالأساس إلى مرافقة أصحاب أفكار المشاريع من الفكرة إلى الإنجاز. بشراكة بين القطاعين العام والخاص انتظمت اليوم الدورة 10 لمهرجان تونس لريادة الأعمال بهدف دعم المؤسسات الناشئة وأفكار المشاريع المجددة، فرصة لخلق شركات وإيجاد فرص تمويل مناسبة عبر التعرف إلى ما تقدمه هياكل الدعم والمساندة من خدمات لباعثي المشاريع. كل المجالات اليوم ماذا بينا تستقطب ريادة الأعمال، لأنه ما لا خيار لتونس غير أنه نخلق روح المبادرة ونخلق معناها جيل جديد من الباعثين، من باعثين الشبان. فما بعد خليني أقول خصوصي لمرافقة أصحاب أفكار المشاريع في المجال الصناعي وفي مجال الخدمات المتصلة بالصناعة وفي مجال التجديد. صار التركيز على دور المرأة ودور الشابة باش هي تكون رائدة أعمال. تمكين النساء رائدات الأعمال يندرج في إطار تغيير واقع عدم تجاوز حضور المرأة في مجال بعث المشاريع 10% في كافة المجالات، وذلك عبر تعدد خطوط الدعم لمبادراتهن. مثل مخطط التنمية الجديد والأولويات الوطنية للمرحلة القادمة وتنسيق الجهود لموائمة برنامج منظمة الأمم المتحدة المتعلق بتونس للسنوات الثلاث المقبلة محور لقاء رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة أرنو بيرال. وقد استعرضت رئيسة الحكومة في هذا اللقاء الإصلاحات التي تم تنفيذها على عديد المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددة حرص الحكومة على مواصلة باقي الإصلاحات رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها. كما أكدت رئيسة الحكومة ضرورة التوافق حول إدخال تعديلات على البرامج الإنمائية المقترحة لتتماشى مع المخطط التنموي الجديد، مع التركيز أساسا على أولويات الحكومة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمؤسسات الناشئة وتطوير الكفاءات والهجرة الدائرية. من جهته رحب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمقترح رئاسة الحكومة الانطلاق في التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة حول الأولويات التي سيتم العمل عليها، مؤكدا أن في الآن ذاته مواصلة المنظمة الأممية تقديم المرافقة والدعم الفني لتونس ومعاضدتها في مسارها الإصلاحي. يشهد المدخل الجنوبي لتونس العاصمة اكتظاظا مروريا متواصلا مع استمرار أشغال تهيئة وتوسعة الطريق، وقد أثار هذا الأمر تذمر المواطنين، في حين يؤكد المشرفون على المشروع أنه سيحول وجه العاصمة وسيحد من الاكتظاظ والاختناق المروري. مشهد يومي لا يكاد يتغير في ساعات الذروة بالمدخل الجنوبي للعاصمة، اكتظاظ مروري وشكاوى لا تنتهي من مستعملي طرقات تسجل مرور أكثر من 150 ألف عربة و 5000 شاحنة وقت الذروة. لا تسكرت بالامبتياج، الواحد ما عادش ينجم ما يخلصش على الوقت، بتخرج بكري ديما يفوتك الوقت. كل يوم يومين كهك يومين تعبنا ولا على طول تو ما عادش، كان ساعات الذروه الصباح وساعات العشيه تو كل على طول. بخدمه ما عادش مساتت، مزود غالي تو تقف بربع ساعه بالاربع دراج. هي كورسه باش تهزها ب 5000 ولا ب 6000
تاكل 5000 مزوط ولا 4000 ايه شنو معناتها؟ العباد تصبر شوي باش تطير البلاد تو تك فيسع صايب باش يولي كل شيء باش نزرعوها، نصبروا شوي هبوا كل شيء بالوقت. شكاوى المواطنين تأتي في وقت يشهد فيه مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة نسب تقدم متفاوتة في أشغال مختلف أقساطه، نسب تتراوح بين 12 و45% وفق ما أفاد مدير المشروع. أول قسط إن شاء الله باش يكون حاضر هو القسط هذا، القسط عدد 4 على مستوى بير القصعة، من المؤمل أنه يكون في آخر سنة 2023 إن شاء الله معناها يكون يدخل حيز الاستغلال، ومن بعد فما في السداسي الأول من سنة 2024 يخلطوا مختلف الأقساط. المشروع وباكتمال أشغاله سيحول وفق المشرفين عليه وجه العاصمة، وسيمكن من الحد من الاكتظاظ والاختناق المروري. ما يعني 4 محاولات كبرى وفما 20 منشأة فنية، 20 جسر اللي باش يقع. كل ما هو تقاطع وقع إزالته، بحيث أي إنسان باش ياخو المحول يدخل في المحول فيه وياخو اتجاه معين، إما في اتجاه الحمامات، إما برجوع إلى تونس، أو في اتجاه بن عروس، أو في اتجاه بير القصعة، أو في اتجاه المروج، الاتجاه نتاعو ما عادش يقف. هذا ويتكون مشروع توسعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة من قسط أول يتمثل في توسعة الجسر الحالي على مستوى التقاطع مع سانغوبان زيد كات، أما القسط الثاني فيتمثل في جسر على مستوى لاكانيا، ويتعلق القسط الثالث بمحول على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، أما القسط الرابع فهو محول على مستوى بير القصعة، فيما يتمثل القسط الخامس في محول على مستوى الهودية. دعت تونس المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم والمذابح في فلسطين السليبة التي بقيت دون أي ملاحقة أو عقاب، حيث يتواصل سقوط الشهداء من أجل تحرير أرضهم ويستمر الصمت عن هذه الممارسات الاستفزازية في حق الشعب الفلسطيني. كما ناشدت تونس المجتمع الدولي بأن لا يكتفي بالشجب والإدانة ويتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية حتى يستعيد الشعب الفلسطيني أرضه ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدة أن الشعب التونسي سيظل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق حتى يسترد حقه المشروع. وبدوره دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس إسرائيل أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف إلى وقف الاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزامنا مع مقتل 10 فلسطينيين بينهم فتى يبلغ 16 عاما وإصابة أكثر من 100 آخرين بالرصاص خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة. ودائما في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل 10 فلسطينيين أمس الأربعاء برصاص القوات الإسرائيلية ومنهم 4 مسلحين على الأقل و3 مدنيين، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين خلال عملية مداهمة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس التي تشهد أعمال عنف. من جهتها أبدت الولايات المتحدة قلقا بالغا من مستويات العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معبرة عن خشيتها من أن تؤدي المداهمة التي شنتها القوات الإسرائيلية هناك إلى انتكاسة الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء، فيما نددت السلطة الفلسطينية بالجريمة وطلبت من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة. متابعة لتطورات الحرب بين أوكرانيا وروسيا، قالت موسكو إن قواتها تمكنت أمس من اختراق الدفاعات الأوكرانية قرب بلدة كيريمينا بشرق البلاد، لكنها أجبرت على التراجع وفقدت بعض معداتها الثقيلة. في المقابل قالت كييف إنه بعد معارك ضارية صدت القوات الأوكرانية هذا الهجوم الروسي، لكنها لم تشر إلى اختراق القوات الموالية لموسكو المواقع الأوكرانية. بهذا إذن تنتهي النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. لدى معاينته مظاهر إخلال بمركز تكوين مهني بجبل جلود ومقر الشركة التونسية للصناعة الصيدلية، الرئيس قيس سعيد يؤكد ضرورة محاسبة كل من أخل بمسؤوليته. بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، انطلاق الدورة 10 لمهرجان تونس لريادة الأعمال لتمكين الباعثين الشبان وضمان استدامة مشاريعهم. تذمر المواطنين من الاكتظاظ المروري الذي يشهده المدخل الجنوبي لتونس العاصمة، وموفى السنة الجارية الشروع في استغلال محول بير القصعة من ولاية بن عروس. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.